العالم بأسره ينتظر ثاني مباراة لحساب الدور النصف النهائي من مونديال البرازيل، والتي ستجمع يوم الأربعاء المنتخب الأرجنتيني بالمنتخب الهولندي، وهو اللقاء الذي ينتظر أن يكون مثيرا بما أن كلا المنتخبين يريد تحقيق الفوز واقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور النهائي ومواجهة المنتخب الألماني الذي تخطى نظيره البرازيلي بسباعية كاملة. المعطيات كلها تشير إلى أن المواجهة ستكون نارية بين رفقاء ميسي ورفقاء أريان روبن في الجهة المقابلة، فالكل جهز نفسه جيدا لتحقيق المجد، فالمنتخبان سبق لهما التباري في 4 مناسبات خلال نهائيات كأس العالم. المباراة الأولى جمعتهما سنة 74 وعاد فيها الفوز للطواحين برباعية نظيفة، أما الثانية فكانت سنة 78 في نهائي كأس العالم، حقق فيها منتخب الطونغو الفوز ب3 أهداف مقابل هدف واحد. أما الثالثة فقد جمعتهما سنة 98 وعاد الفوز فيها للمنتخب البرتغالي، بينما كانت المباراة الرابعة والأخيرة سنة 2006 وانتهت بالتعادل السلبي. فلمن ستكون الغلبة في المباراة الخامسة؟ هذا ما نعرفه أمسية يوم الأربعاء. بعد الشكوك التي حامت حول مشاركة قائد الطواحين الهولندية روبن فون بيرسي في مباراة يوم الأربعاء أمام الأرجنتين، قطع المدرب لويس فونغال الشك باليقين، مؤكدا في ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء بساو باولو أن قائده تعافى بنسبة كبيرة وسيكون حاضرا أمام راقصي الطونغو. أما مشاركة ديونغ فتعد معجزة بالنظر إلى الإصابة التي يعاني منها. مدرب هولندا كان مرفوقا بالمدافع ستيفان دوفري، هذا الأخير قال عن مباراة الأرجنتين أن لديهم ثقة كبيرة بقدراتهم وسيلعبون بثقة كبيرة بالنفس، وهم سعداء باللعب في البرازيل كونه حلم أي لاعب وهي تجربة رائعة. مدرب طواحين لويس فونغال قال عن المباراة وحظوظ فريقه أنه يحبذ أن تكون الكفة متعادلة ويحالف فريقه الحظ لكسب تأشيرة المرور إلى النهائي.